السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بيسعدني إني أنا أقدم درس المساحة. رح نحكي إن شاء الله عن كيفية إيجاد المساحة باستخدام شبكة المربعات. وإن شاء الله رح نتعلم كيفية إيجاد المساحة لبعض الأشكال مثل المربع والمستطيل دون استخدام شبكة المربعات. لنتأمل الشكل الآتي: الشكل الآتي عبارة عن شبكة للمربعات مقسمة مثل ما إحنا شايفينها، حابين اليوم من خلالها نميز بين مفهوم المساحة ومفهوم المحيط اللي تعلمناه سابقا، خلينا نتذكر مع بعض مفهوم المحيط اللي عرفناه سابقا بإنه هو طول الخط الخارجي الذي يحيط بالشكل طول الخط الخارجي الذي يحيط بالشكل من الخارج يعني حدود خارجية أو مجموع أطوال أضلاع الشكل اللي موجودة عندي هون مثل ما إحنا شايفين أما المساحة بتكون داخلية المساحة بتكون داخلية عندنا الآن مجموعة من المربعات اللي داخل هذا الشكل عدد المربعات الداخلية هي هاي هو بتكون المساحه لو جينا نعرف المساحه مساحه شكل هي عدد الوحدات المربعه التي تغطي الشكل وتقاس بالوحدة المربعة. يعني هون لو جينا بدنا نفهم شو يعني وحدة مربعة؟ كل مربع صغير موجود مثل ما احنا شايفين هون طول ضلعه وحدة طول واحدة، هذا المربع كله الصغير بيمثل وحدة مربعة واحدة يعني هذا الشكل يتكون من عدد من المربعات من عدد من الوحدات المربعه الداخليه الموجوده جوات الشكل عددها بيكون هو المساحه للشكل الموجود عندي لو جيت بدي اعدها رح أعدها بهذا الشكل رح أعد فقط المربعات الداخلية الوحدات المربعة الداخلية واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 أربعة وأربعين، خمسة وأربعين، ستة وأربعين، سبعة وأربعين، ثمانية وأربعين. إذا مساحة الشكل المجاور ثمانية وأربعين وحدة مربعة. إذا بنأكد إنه المساحة داخلية عدد الوحدات المربعة الداخلية والمحيط بيكون خارجي المساحة داخلية والمحيط خارجي لنتأمل الأمثلة الآتية والتي من خلال شبكة المربعات سوف نجد مساحة الأشكال المضللة جد مساحة الشكل المضلل مثل ما أنتم شايفين عندنا شبكة مربعات داخلها شكل مضلل نشوف كيف بدنا نعد عدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداش 12, ثلاثة أربعة عشر إذا مساحة الشكل المضلل تساوي أربعة عشر وحدة مربع طبعاً الوحدة المربعة إذا كانت الأطوال بالأمتار فتكون وحدة المساحة بالأمتار المربعة. إذا كانت الأطوال بالسنتيمترات تكون وحدة المساحة بالسنتيمترات المربعة وهكذا. لنتأمل الشكل المجاور ونقوم بعد المربعات المكونة لهذا الشكل. المربعات الداخلية خلينا نشوفها واحد، تنين، تلاتة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحداش إذا مساحة هذا الشكل تساوي عشر وحدة مربعة والآن لدينا تدريبات جد مساحة المنطقة المضللة فيما يلي خلينا نتأملها كويس هون ملاحظين أنه في عنا مربعات كاملة وفي عنا أنصاف مربعات هون نص مربع وهون نص مربع وهون نص مربع وهون نص مربع أنا هون رح أعد بداية المربعات الكاملة راح أكتب عدد المربعات الكاملة خلينا نعدها مع بعض وتبعوا او بتعدوا معي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 اتناش ثلاثة عشر, عشر. إذا عدد المربعات الكاملة أربعة عشر وحدة مربعة بس أنا هيك لسه ما أوجدت مساحة الشكل كامل لسه في عندي أربعة أجزاء أنصاص يعني أنصاص لمربعات هذا النصف مع هذا النصف يمثل مربع هاي واحد تنين جزئين ثلاث أجزاء أربع أجزاء الأربع أجزاء هاي عندي لو قسمتها على اثنين رح تعطيني مربعين كاملين عدد الأجزاء اللي هي طبعا أنصاف عبارة عن أربعة أجزاء والأربع أجزاء هاي أنا لو قسمتها على اثنين رح يعطيني مربعين كاملين اثنين وحدة مربعة هلا مساحه الشكل كامل الشكل المظلل كاملا عباره عن عدد المربعات كامله زائد عدد الاجزاء المربعات الكامله هي 14 زائد الأجزاء هي أربعة بس أنا قسمتها على اثنين لأنه كل نصين عم بيمثلوا لي مربع يعني هذا النصف مع هذا النصف يمثل مربع كامل عم بحسبه وهذا النصف مع هذا النصف يمثل مربع صار عندي مربعين فأعطاني هون 16 وحدة مربعة لنتأمل الشكل المجاور الآتي أيضا في عنا هون أنصاف مربعات بنفس الطريقة بنعد أول شيء المربعات الكاملة نكون دقيقين في العد لنعد المربعات كاملة أول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عندي عشر وحدات مربعة، عشر وحدات مربعة، أما عدد الأجزاء عندي تنين، عدد الأجزاء تنين، التنين هدول بيمثلوا وحدة مربعة واحدة، من هون مساحة الشكل المظلل كامل، كاملًا، يساوي. عشرة اللي هو عدد المربعات الكاملة اللي عديناها زائد الوحدة اللي إحنا عملنا نصين عندي نص مربع هون ونص مربع هون لما بنلبقهم مع بعض بيطلع عندي مربع كامل ويساوي 11 وحدة مربعة الآن عندنا الشكل الأخير في هذا التدريب مربعات كاملة مثل ما احنا شايفين بدنا نعد كم مربع يتكون هذا الشكل كم وحدة مربعة فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إذا مساحة الشكل المظلل مساحة الشكل المظلل هنا تساوي للي ما انتبهوا من البداية نعد نشوف كيف بنعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة وحدات مربعة بتمنى نكون كلنا انتبهنا كيف بنعد وبنحسب المساحة لأشكال مضللة ضمن شبكة المربعات رح أعطيكم واجب آه بيتي آه لدرس المساحة واحد من كتاب التمارين تحدي واحد صفحة 62 تحدي 2 صفحة 63 ومع أمنياتي لكم بالتوفيق إن شاء الله